وزير الصناعة أكد على ضرورة بعث الصناعة الوطنية بمورد بشري محلي، مضيفا أن الجزائر ماضية في دعم وتشجيع المستثمرين سيما الصناعات التحويلية. خصصنا نصوص قانونية وتنظيمية للناس اللي مستعدين يخلقوا قيمة مضافة يعني جزائرية، إن فالور أجوتي لوكال، أولا باستغلال الموارد الوطنية إلى أقصى يعني درجة، وثانيا إذا يعني ما كانش هذا الموارد، لأنه يعني كان فيه بلدان اللي ما عندهمش دي روسوس ناتورال، في بعض يعني الحالات كان موارد ماهيش وطنية، احنا نفضلوا أنه المصنع الجزائري مهما كان عمومي أو خاص ينطلق من المادة الأولية الخام، يعني قد ما يولي اللور في لاشين دو فالور، قد ما يلحق إلى مواد خام، قد ما يزيد يعني المفاعل الداخلي فيما يخص خلق الثروة، قد ما يزيد القيمة المضافة، وقد ما يخلق دي زومبلوا. وكشف وزير الصناعة عن العقار الصناعي أنه يتم حاليا معالجة الإشكالية تدريجيا. قدمنا الحكومة كومينيكاسيون ونص قانوني، أولا إعادة نظر في قانون العقار فيما يخص يعني منح الامتياز، فيما يخص يعني حق الملكية المستقبلي للناس الجديين اللي يديروا يعني اللي حقيقة يستثمروا في صناعات جدية وصناعات منتجة. وعن سوق السيارات كشف وزير الصناعة عن منح اعتمادات لعشر متعاملين سلمت لهم الرخصة الأولية بعد التدقيق في الملفات.